إسبانيا كان من المفروض تقعد في الحيط، وهذا هو الشأن. ولكن انحازت إلى المغرب في موضوع الصحراء الغربية. مش انحازت، انحازت بتصرفات اللي ما تعفيهاش من المسؤولية تاعها، وكانت تصرفات سرية، لأن كنت استقبلت أنا الرئيس سانشيز شهر قبل ولا شهر ونص، تحدثنا في كثير من المواضيع لأن علاقتنا مكثفة مع إسبانيا. وفي النهاية اللي فتحوا ملك المغرب واللي قرا رسالة، حتى الوزراء تاعو ما كانش على بالهم بالموقف هذا الجديد اللي خداه الملك تاعو، ما على بالوش البرلمان الإسباني ما كانش على باله.